ماتش مصر والكاميرون عامل لنا كانه في الدغنه. ماتش مصر والكاميرون ده والله العظيم احنا نحب انه الرياضه تفضل رياضه. الرياضه يعني قاعدين مع بعض بنلعب رياضه، بنلعب الماتش، مين كسب مين خسر مش دي القصه. هي ما هياش حرب خالص، وهي ما هياش معانده، وهي ما هياش تلكيكه. ده الرياضه معموله علشان نقدر نتالف ونتاخى مع بعض. فيجي اختيار بكاري جسامة حكم لمباراة مصر والكاميرون، وجسامة يعني راجل ملوش فينا قوي، التجربة بتقول ملوش فينا خالص خالص، فيثار كل الجدل، مش هقولك بعض الجدل، كل الجدل على اختيار هذا الحكم. امبارح كنا بنقول، وأول امبارح وأول أول، التحكيم مش قد كده، التحكيم مش احسن حاجه. انا مرضتش اقول انه ايه التحكيم جاي علينا بزياده بزياده، بس بجسامه يعني مش عارف اقول ايه. خلونا نسال ونرحب اولا بالاستاذ احمد عبد الباسط ناقدنا الرياضي المعروف، اهلا بيك اولا. اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف، برحب بحضرتك وسعيد دايما ان انا اكون معاك على انا اسعد دايما، ربنا يخليك. الله يخليك. يا رب. ايه بقى جسامه عايز ايه جسامه؟ والله هو انا عاجبني جدا الجمله بتاعت ان مباراه الكاميرون دي عامله قله في دماغنا، فده حقيقي. يعني احنا كل الناس ما بتتكلمش غير عن هذه المباراه، ولكن تعيين جسامه كان تبعيه للكلام اللي فات خلال الايام الماضيه كلها، انه احنا بنلعب التحكيم وبنلعب الاصابات وبنلعب على ملاعب سيئه، كل الامور مش الطف حاجه، ولكن انه تعيين جسامه لانه في وقائع كتير، مباريات بيتم تغاضي جسامه فيها عن حاجات مهمة أو بيحتسب حاجات خارج المنطق. يعني جسامة عنده شخصية واسم معروف داخل القارة، ولكن قراراته دايما ساعات ممكن يبقى فيها مشكلة. عشان كده اتحاد الكرة بعت النهاردة خطاب رسمي للاتحاد الإفريقي، قال له أنا بعترض على تعيين جسامة للمباراة، وأنا بقول لحضرتك مش هيتغير. يعني هو مش هيتغير، يعني الاتحاد اعترض بوضوح ولا مثلا أدى الاستياء أو أدى التعجب؟ رسمي. مخاطبة رسمية، مخاطبة رسمية، أنا بكلم حضرتك بمعلومات. حلو. مخاطبة رسمية من الاتحاد المصري احتجاجا على تعيين بكاري جسامة حكما لمباراة مصر والكاميرون. وأنا عارف إنه الكاف خلاص مش هيغير يعني، ولكن في النهاية هي وسيلة ضغط من الاتحاد المصري على جسامة، لأنه احنا بنشكك فيك قبل ما نبدأ، عشان لما يحصل حاجة يا جماعة احنا قلنا، احنا بنقول بنتكلم إعلام، مخاطبات رسمية، مسؤولين، فده كله كمان جاي في وقت انه زي ما حضرتك ذكرت البطوله مش افضل حال تحكيميا، احنا بنشوف فيها كوارث. فبالتالي انت هتلاعب المنتخب صاحب الارض، هتلاعب الجمهور، هتلاعب بقيته بتصريحاته الغريبه اللي عمال ماشي يوزعها في كل حته. فكان مهم من اتحاد الكره ومسؤوليه ان هم يعملوا الخطوه دي. بنتمنى ان لاعبتنا طبعا يا استاذ يوسف يقدموا اللي قدموه قدام كوت ديفوار وقدام المغرب بالشخصيه بتاعتنا ان شاء الله. وانا واثق ان احنا رايحين هم خسرانين نفسيا زي المغرب. يعني مين كان يقول المغرب هتنزل تبقى قدامنا بالطريقه دي؟ ولكن عشان احنا كنا رايحين بعد مباراه كوت ديفوار نفسيا كسبانين، المغرب يعني كان مرعوب، وده اللي ظهر بعد بالرغم انه تقدم، يعني جاب جون واتصاب عندنا احمد حجازي احد اهم المدافعين والخطه اتدربكت، ولكن احنا قدرنا بشخصيتنا نعمل ده. انا ان شاء الله متفائل بمباراه الكاميرون ان احنا نكمل، اللعيبه كلها ثقه ان هي تفوز بالمباراه، ولكن نتمنى انه الحكم ما يجيش علينا في هذه المباراه. حلو جدا. طيب غير مساله الحكم، يعني انا اصحى الصبح الاقي كم صفحات لك وصلاح طلع عنده كورونا ده مثلا، واصل ابو جبل مش عارف عنده ايه، واصل حاجه، واصل هو ايه الحكايه؟ ما هي الكرة القدم أصبحت لا تلعب داخل المستطيل الأخضر يا أستاذ يوسف، ما بقتش تتلعب في المستطيل الأخضر. صار خبر إنه صلاح عنده كورونا، أبو جبل مش هيلعب، قول إن ما أعرفش في إيه داخل معسكر منتخب مصر. خلاص إحنا المنتخب العربي الوحيد اللي مكمل في هذه البطولة، والطبيعي إنك بتلاعب البلد صاحبة الأرض، فلازم يطلعوا كلام كتير، خصوصا إنه إحنا المنتخب بتاعنا بقى مرعب. خلاص رجعنا نايم القارة تاني من المغرب، فهم عاملين لنا حساب جدا، عاملين حساب لوجود صلاح وباقي الكتيبة المقاتلين اللي معاه. لما صامويل إيتو طلع قال لك انه مباراة الخميس مباراة حرب، عجبني جدا النهارده كيروش وهو بيقول
في تصريح مهم يعني، قال الحرب ما يلعب داخل المصير الاخضر دي مباراه كره قدم، الحرب الحقيقيه هي انك تحمي ارواح الناس اللي قدام بوابات الملاعب، اللي حصل في مباراه جزر القمر والناس ماتت والكلام ده، ده كان المهم بالنسبه لك كأتو، لانك حاربت على هذه البطوله ان هي تقام في الكاميرون الغير مؤهله تماما او غير المؤهله تماما لاستضافه هذه المباراه. كيرش برضو طلع يعني مش سهل، لا لا طلع خلاص عقر يعني، شرب ميه النيل لازم يطلع. طبعا امال ايه، طبعا طبعا رد قاسم كده، رد قاسي جدا. الكابتن احمد حسن بتكلم معاه قال والرد على ايدته ليه، تاريخه مش زي تاريخنا عشان نرد عليه، بالرغم ان هم اصدقاء، ولكن ان انت وصلت حتى لو كنت هتلعب المغرب مش مصر، والله احنا بنتحفظ على التصريح عموما لان هذه كره قدم مش الجو اللي انتم عايشيننا فيه. والنور وهناك برضو يعني، حضرتك شفت يا استاذ يوسف محمد صلاح واللعيبه بتعمل استشفى في الجراد اللي بتباع فيها صابون سايل، عشان بس نبقى ايه بنتكلم بمنطق يعني، غير مؤهله حتى احسن لاعب في العالم بتعمل له استشفى بالطريقه دي حتى هو وكل المنتخبات. لا لا الموضوع بيتخطى ان هي بطوله كره قدم، بنقابل صعوبات كتير، بنقابل اجهاد، بنقابل اصابات، بنقابل تحكيم مش في افضل حال، بنقابل ملاعب سيئه، ولكن ان شاء الله هذه البطوله هتكون من نصيبنا وانا متفائل جدا بده. والله برضو خلي بالك براميل صابون سايل احسن من براميل جبنه براميلي قديمه. المهم هي براميل في الاخر. على كل شوف احنا كعادتنا كلنا كمصريين بناخد الحاجات دي ونضحك. في النهايه من يضحك اخيرا، انا في رايي كسبنا الماتش باذن ربنا سبحانه وتعالى فده حقنا ثالث ومثالث. لا قدر الله حصل في الامور امور، انا عارف ان احنا اللعيبه بتوعنا عملوا اللي عليهم ثالث ومثالث وان احنا ما كسبناش ظلم. ده من البدايه. الله ينور عليك، الله ينور عليك، ودي رساله مهمه جدا من حضرتك، ولازم كل الناس الاعلاميين يوصلوا نفس الرساله للعيبه، لازم نرفع من عليهم كل الضغط اللي موجود عندهم. هم يا ريت يسمعونا ويسمعوا احمد عبد الباسط ويسمعوا بقيه النقاد الرياضيين ويسمعوا بقيه الناس اللي بتشتغل في الاعلام والصحافه المصريه، احنا معاكوا قلبا وقالبا. رجعتوا بماتش الكاميرون، رجعتوا بالبطوله، احنا طايرين بيكوا في السماء. ما حصلتش برضه طايرين في السماء. الله ينور على حضرتك، هو احنا كسبنا مكاسب كتير جدا في هذه البطوله وان شاء الله هنجيب الكاس، بس احنا كسبنا عبد المنعم وكسبنا عمر كمال وكسبنا فتوح وكسبنا التفاف الجمهور تاني حوالين منتخبنا وكسبنا صلاح العظيم اللي العالم كله بيتغنى، كسبنا مكاسب رهيبه جدا، فالحمد لله احنا عشمانين وانتوا طمعتونا، بس برضه بنقول لكم ارفعوا اي ضغوط، انتوا عملتوا اللي عليكم زياده وان شاء الله مستنيين الكاس. باذن الله باذن الله قدها وقدود. انا بشكرك جدا 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 زميلنا العزيز احمد عبد الباسط الناقد الرياضي المعروف.